ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا في لقاء أيضا متجدد آخر مع عاشق آخر في مجال الخزف. وهذا العاشق المميز اللي راح يكون معنا هو أخونا العزيز الخزاف المميز مروان أحمد حسن طوعه. نرحب في أخونا مروان والأستاذ مروان والفنان مروان، حاصل على مؤهل علمي عام 2014 في ماجستير الفنون التشكيلية من جامعة اليرموك كلية الفنون الجميلة، وأيضا بكريوس في الفنون التشكيلية تخصص سيراميك جامعة اليرموك كلية الفنون الجميلة. عند الفنان والخزاف مروان خبرة كبيرة وعمل دؤوب في مجال تصميم السجاد عن طريق شركة النساجون العرب، وأيضا عمل في مشق الخاص في معرض القرية في عمان، وأيضا هو معلم في التربية والتعليم في عمان بتدريس الفنون التشكيلية تخصص الخزف. شارك بالكثير من المعارض، درس وأشرف على مشاريع تخرج الخزف في كلية الفنون بجامعة اليرموك. أيضا له مهارات متعددة في تصميم المجوهرات والخط العربي والرسم والنحت. شارك الخزاف مروان في المعارض المحلية والدولية، وكثيرة ما شاء الله مشاركاته غنية يعني، وأيضا من ضمنها هو معرض جماعي في جامعة اليرموك، أيضا معارض في جاليري الفنون، معرض جماعي في قاعة الحسين في عمان، أيضا كان له معارض شخصية في جامعة فيلادلفيا، ومعرض ثنائي في إربد بعنوان تجليات، وأيضا شارك في معارض جماعية في رابطة الفنانين التشكيليين، وأيضا معارض جماعية مع بيت الفنانين بجدة، وأيضا في المركز السعودي بجدة، وشاركة أيضا في سيمبوزيوم الدولي للخزف في أذربيجان، وجائزة أفضل عمل فني في جامعة فيلادلفيا للخزف، والجائزة الدولية في الخزف في إيطاليا. للكثير ما شاء الله من المقتنيات والأعمال الفنية عند الأميرة دينا مرعد والأمير حسن بن طلال والأميرة بسمة بن طلال وبعض الأشخاص والأفراد المسؤولين في المجتمع وفي أيضا الديوان الملكي. أيضا من المشاركات المهمة في الدولية هو مشاركة في جدارية الخزف بالتعاون مع معهد جوتا الألماني، ومشاركة جماعية في معرض بالمملكة العربية السعودية، وأيضا مشاركة في سيمبوزيوم الدولي للخزف في أذربيجان. نرحب في أخونا العزيز الخزاف مروان. حياك الله يا مروان. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. سعداء بوجودك. وقبل أن نبدأ نسمع كلمة من أخونا الخزاف يعقوب العتوم حول الفنان مروان طوعة. تفضل خويا. شكرا أبو يوسف، الله يعطيك العافية، وبشرفونا الحضور أخوتنا وخزافينا من جميع الدول العربية. يعني عاشقنا اليوم الأستاذ مروان، يعني صديق عزيز، ومن فترة طويلة دائما أنا بكون موجود معاه ونتحدث في الخزف، تقنيات الخزف والاهتمام بالخزف العربي، ودائما يعني مروان من الأشخاص اللي بيشجعوني وبيقترحوا علي كثير أشياء في هذا التخصص ومساعدة الباحثين والأكاديميين، وخصوصا يعني الكتالوج كثير دعمني فيه، وأنا بشكره دائما على وجوده وعلى دعمه إلي. عاشقنا اليوم، عاشق الخزف، هو عاشق للحرف العربي، عاشق ينتمي بروحه وهويته لطباعة الأمل والحب بحروف تكتسي أجمل الألوان، سرد مثير ومختصر. كما قال البرتي أن العمل العظيم للرسام هو السرد، ومروان يتميز بقدرته على طواعيته للخط داخل التكوين بتمايل وتراقص وتناغم، أو كما قال بيكاسو إن أقصى ما وصلت إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليه، فالخط نزهة العيون وريحانة القلوب، أو كما قال القلقشندي الخط كالروح في الجسد. لنبحث في هذا اليوم عن تفاصيل هذا العاشق، لنبحث عن تفاصيل روحه الرائعة في أعماله الخزفية.
أهلا وسهلا أستاذ مروان، تفضل أستاذ مروان. تفضل سلمى. نبدأ أستاذ يعقوب؟ تفضل أستاذ تفضل مروان، تفضل. لك الحديث. نحكي عن بداية العشق للطين الخزفي، هو كان عام 1999. دخلت كلية الفنون وكانت هي الموهبة بالأساس الرسم. نعم. فيعني أصريت إنه أدخل كلية الفنون فقط، يعني ما بدي أي تخصص ثاني إلا الرسم. بعد السنة الأولى تعرفت على اللي هن تخصصات الفنون التشكيلية، من نحت ومن خزف ومن رسم وتصوير فوتوغرافي وجرافيك. تقريبا يعني الرسم هو بالأساس، احنا بندخل رسم لكلية الفنون. نعم صحيح. فكان الدكتور علي البدري رحمه الله رحمه الله. يمنع أي حدا يفوت على تخصص الخزف، يعني كان تخصص الخزف يعني كانه دائرة مستقلة، يعني فقط لطلاب التخصص، ما يخلي حدا يفوت. فكنا نفوت على الناحية، نفوت على الرسم، يعني نقتبس اللي هي بنشوف شو الطلاب يرسموا شو بيشتغلوا. إلا الدكتور علي كان يعني له خصوصية عنده الخزف، نعم صحيح. فدخلت عليه استأذنت وحكيت له إنه يعني في حال كان في مساق واحد إنه ياخذوا طلاب كاختياري او يعني قسم، فحكى لي ما بزبط معك، يعني اذا بدك تصير خزاف لازم تتخصص وتنهي مرحله الاخيره اللي هي تزجيج العمل. حكيت له ماشي، فحولت من رسم تخصصي الى خزف، وهون بدا المشوار اللي هو العشق للطين الخزفي، وتحيه لكل الخزافيه بالوطن العربي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسعدك. وكان دكتور أستاذ العزيز الله يعطيه الصحة والعافية أستاذ محمد العريبي نعم. أعطاني يعني جزء من المساقات الخزفية، وكان حتى مشروع التخرج عند أستاذنا محمد العريبي، هو من جامعة بغداد. نعم. فكانت هي بالبداية يعني أي خزاف بتعرف على التقنيات، بتعرف على بعض الأشكال وبعض النماذج، ممكن تكون هي محاكاة وتقليد وما فيها تغيير لأي عنصر فيها. هي يعني مرحلة اللي هي اقتباس للطالب واهتمام وتعرف على التقنيات والأشكال وكيف آلية بناها. نعم. فبتذكر يعني للأسف ما فيش صورة للعمل عند الأستاذ العريبي، كان المادة نحت فخاري. نعم. عملت اللي هو الثور المجنح على باب متحف بغداد، عملته يعني يعني كان يعني ككتلة ضخمة، حتى كنت أروح طين معي على البيت وأشتغل بعض تفاصيله. فبعد ما يعني تقريبا شبه أنهيته، فحكى لي الأستاذ العريبي يعني بدي أعتبرك خزاف من اللحظة. جميل. طبعا يعني هي يعني كلمة رائعة منه، نعم وبتعطيك يعني حافز للأمام. صحيح. وأستاذنا البدري الله يرحمه اللي هو كان يعني ما قصر مع أي طالب فينا، اللي هو بكيمياء الزجاج. كيمياء الزجاج يعني كان يعطينا أشياء، يعني ممكن الطالب المهتم في غرفة صغيرة عنده يدخله فيها يقول له هاي المادة استخدمها كذا كذا كذا، يعرف الطالب اللي يعني حب التخصص ويعتني فيه بمادة التزجيج. بعد المرحلة اللي هي يعني الدراسة، فكان عندي مشروع التخرج اللي هي كانت عن أمثال وحكم، أمثال وحكم شعبية. يعني كانت هي بالبداية يعني بحب أخذ عادة من أبيات الشاعر، بحب أخذ من الأقوال المأثورة وأنفذ جميل عليها عمل خزفي. جميل، هذا يعني توجه رائع. فكانت اللي هي يعني بداية اللي هي المشروع التخرج، ويعتبر يعني جزء اللي هو بالبداية لكل طالب اللي هو ينفذ فكرته اللي يقدمها عن الخزف. وبعد المرحلة هاي فكان صار الاتجاه هو البعد عن الأشياء الآدمية والحيوانية، وصار بعد يعني التمحص بعد دراسة الماجستير. وفي كان عندنا الدكتور وائل رشدان الله طول بعمره، هو مختص في الفن الإسلامي، فكان يعني من غنى الموروثات اللي هي الفن الإسلامي من زخارفه،
صار في اهتمام يعني من جهتي اللي هو للزخارف في الفن الإسلامي. نعم ممتاز. بالضبط، يعني هاي كانت البداية. فبعد آخر مرحلة اللي هي كان صار الاختصاص والاتجاه المعمق اللي هو كان للخط العربي، يعني كانت هي النقطة هنا الفاصل، يعني كزخارف إسلامية تخص أي مسلم سواء عربي أو غير عربي، نعم. ولكن الخط العربي يعني دائما اللي هو يخص الإنسان العربي. فهنا حبيت اللي هو أركز على فكرة الخط العربي أكثر من الزخارف الأخرى. ممتاز، جميل. رائع جدا. هون عندنا، بتحب تقرأها أستاذ يعقوب أستاذ علي؟ لا تفضل، لك الأمر. يعني أنا شايف إن أنت يعني تستلهم أعمالك من الشعر ومن المقولات ومن الحكم. يعني معظم، يعني في بعض اعمالها حكيت انه يعني يا حكم يا اقوال ماثوره او بيوت الشعر، وبالاخص يعني هذا لا شك فيه اللي هو ايات من القران الكريم. نعم. في هون ابيات شعر عن الخط العربي، يعني كانت هي خلال دراستي في الماجستير اللي هو تجهيز الرساله، نعم فتطرقت لبعض أبيات اللي خلينا نحكي حمستني على بعض الحروف العربية وقديش لها أهمية حتى إنه الشعراء يكتبوا فيها. ففي بعض الأبيات، يعني في داعي أقرأها ولا هي مشاهدة؟ يعني مثلا لا اللي مكتوب: كل الحروف إذا نظرت فإنها من نقطة أجزاءها تتركب، صور الحروف جميعها مأخوذة من صور الألف التي تتقلب. بالضبط ومعناها كبير. بالضبط. وفي يعني في يعني أول بيت اللي هو الشطر الثاني: إذا رأيت اعتناق اللام للألف، نعم يعني حتى يعني الشاعر هنا يعني اقتبس على يعني شو بشاهد من الخط العربي، فصار عنده لبيات الشعر اللي بتخص الحروف العربية. صحيح صحيح يعني تشعر انه يعني كمان انه في وصف جمالي للخط العربي، اعتناق اللام للالف، اعتناق مش شرط اللام للالف، اعتناق بعض الاحرف لبعض الاحرف الاخرى، الواو، الميم، القاف، لانه هون كمان تشعر انه انت يعني بتحلل انه ابيات الشعر بتعطيك كمان فكره عن عناصر العمل الفني. طبعا. يعني هون ليونه الخط، انسيابيته، استقامته، طبعا. النقطه، الحرف. فلذلك وصف جمالي هو واضح في ابيات الشعر، صحيح. وخصوصا هو بيت الشعر الاول. ويعني اتوقع انه يعني الاستاذ مروان يعني كنت انت مغرم بأبيات الشعر هاي، لأنها بتعطيك خيال أتوقع، وبتعطيك يعني رشاقة أكثر، بحيث إنك تنظر لأعمالك نظرة بصرية يعني حقيقية. صحيح، يعني لو بدنا نفصل كل بيت لحاله ممكن نطلع منه يعني تستلهم منه عمل أو عملين خزف. نعم صحيح. يعني يعني حتى الحروف الثانية مش يعني إنها ما لها قيمة أو أهمية، بالعكس هي مثلا في تميز لحرف الألف مع اللام، في تميز مثلا لحرف الواو. يعني عند التطبيق سواء كتابة أو حتى كمنحوتة، عندنا لما تدخل حرف الشين يعني عندنا بصير في امتداد رأسي، امتداد أفقي، فهون بصير حركة دائمة ومستمرة. جميل جدا. نعم خل ندخل بالأعمال، نبدأ نبحر مع مروان في تطور الخط العربي وخط النسخ المملوكي. تفضل. طبعا هي يعني جزئية بسيطة، هي نبذة بس فقط عن تطور الخط العربي اللي هو كان من الأساس يعني من دخول أو مهبط الإسلام. يعني صار اهتمام من الحكام والوزراء والسلاطين اهتمام للخطاطين، والفضل برجع اللي هو للخط العربي، هو كان تعريب الدواوين لعبد الملك بن مروان. جميل. يعني نعم. ما بدي أطول بالنقطة هاي، فكان عبد الملك بن مروان لما عمل تعريب للدواوين أجبر بعض اللي هم اللي بيتكلموا اللغة الثانية على تعلم اللغة العربية.
لما اجبرهم، فصار يعني حتى الخطاط له مكانة مهمة عند السلاطين، فصار في تطوير للخط، صار في اهتمام. فاجا ابو الاسود الدؤلي على تنقيطها، فكان الفضل مثلا لابن البواب ابن مقلة، فخطاطين كثير مهمين كان لهم الفضل على تطور الخط العربي. وللتأكيد في المعلومة، الخط الكوفي وخط النسخ هنا ظهرا مع بعض، نعم يعني نفس، لكن كان الخط الكوفي بتم اللي هو تنفيذه على المنتجات وعلى العمارة أكثر من الخط النسخي. فكان خط النسخ هو يستخدموه للمراسلات السريعة أو للنص تأسيسي، حتى ممكن يكون كوفي أو اللي هو خط النسخي. جميل. نعم. لحد القرن الثالث العشر الميلادي، هو آخر العصر الأيوبي مع بداية العصر المملوكي، صار اللي هو استخدام الخط النسخي محل الكوفي. كان يستخدم بعض أجزاء للكوفي، ولكن صار المجمل أو المعظم هو استخدام الخط النسخي على المنتجات وخاصة بالعمارة. فكان له يعني ميزات خاصة فيه، وعمل تطويرها على من جهة الخطاطين. وكان اللي هو عندنا اللي خط النسخ هو يعني خط الثلث وخط التعليق والنص تعليق، هي كان مشتقات من خط النسخ. فكان يعني تميز، هو أكثر دولتين تميز فيهن خط النسخ هو مصر وسوريا. يعني خلال الفترة المملوكية كانت هي منتشرة بكل بقاع اللي هو اللي مسيطر عليها، اللي كان المسلمين. يعني في عندنا في شبيه ليه اللي هو خط المغربي أو الأندلسي، ولكن بعض التفاصيل كانت يعني تختلف عن الخط النسخ المملوكي اللي موجود بمصر أو سوريا. نعم. جميل جميل. الخطوط، يعني كانت الخطوط العربية لها ميزات اللي هي ليونتها، اتصالها مع بعض. كان يعني الفنان المسلم يعني بشكل يعني حرية تامة. يعني عندنا مثلا النموذج هون اللي هو الرنك الخازفي، هو بمصر. يعني كان اللي هي عملية امتداد، يعني أكثر ميزة اللي هي جذبتني اللي هي الخط النسخ المملوكي، اللي هي امتداد حرف اللام أو حرف الألف. يعني بتأخذ يعني تكرار وتدرج وتناسق وانسجام مع بعضها. بيجي مثلا عندنا كمثال حرف النون بيخترقهم كلهم، يعني صار عندنا اللي هو قابلية للامتداد الرأسي والأفقي، تشابك تكرار إيقاع تناسق للخط. فهنا يعني قررت اللي هو يصير عندي أستلهم بعض أجزاء اللي هي من أعمال خزفية، ليس نفس العبارة أو يعني خلينا نحكي محاكاة تقليدية، ولكن هي كانت اللي هي استلهام لإشي معاصر اللي هو خزف معاصر، عمل فني قائم بذاته. نعم. من ميزات الخط النسخ اللي هو أشكاله كانت يعني مستديرة مبسوطة متساوية، يعني كانت تتميز حروفه بالمد والتركيب، وكان يعني في حرية تامة يعني من الفنان المسلم بالعصر المملوكي إنه يكتب الحروف سواء عريضة من أعلى أو وتصير دقيقة من الأسفل. فكان نعم. لها يعني في ضخامة وتعطي قيمة جمالية. حتى بعض العبارات اللي كانوا يستخدموها، يعني مثل كلمة العادل المجاهد المرابط، هي كان يعني استخدموا ال التعريف مع الألف اللي هي إبراز اللي هي الكتابة الخط العربي من تكرار. نعم ممتاز. طبعا عندنا نقطة اللي هي استلهام من خط النسخ المملوكي. يعني بالبداية اللي هي مقتبسة من الدكتور محمود البسيوني في كتابه العملية الابتكارية، هي تحكي عن الاستلهام، إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى عمق في ابتكاره إلا إذا ورث شيئا من مما خلفه الأجداد. أو جميل. يعني ممكن الفنان يعني بيبتكر يعني عمل فني ليس من العدم، ولكن مما انتهى غيره، يعني بيطور فيه. هو صار عندنا يعني استلهام، في عندنا 3 مراحل للاستلهام، هي المحاكاة والتقليد
وفي مرحلة التعبير، في مرحلة التجريد اللي هو أصلا يعني مختص فيها الحرف العربي. وحكى الأستاذ يعقوب عن بيكاسو إنه يعني لما حكى إنه يعني كان قد ما يجرد بالأشكال والعناصر اللي يرسمها يلاقي إنه الفن الإسلامي سابقه لها، سواء نعم بالزخارف الآدمية أو الهندسية أو الخط العربي. جميل جميل جدا. بس ممكن انه يعني يا ريت من المشاركين انهم ما يحركوا الماوس على الشاشة لانها تظهر بعض الخطوط، يعني اضطر اني انا اعمل ستوب شير وارد ارجع اعمل شير مرة ثانية لنفس صحيح صحيح البرزنتيشن. طبعا بس يعني ثواني استاذ تفضل. مروان، يا ريت من اخوتنا انه ما يحركوا الماوس على الشاشة حتى ما تظهر الخطوط. تفضل استاذ مروان. طبعا يعني الحرف العربي كأي عمل فني آخر سواء رسم أو نحت أو كذا، اللي هو بتكون له قيم جمالية من أسس وعناصر فنية. فكانت يعني من الحروف اللي هي ميزاتها اللي هي الانسجام، التكرار، الإيقاع، المرونة اللي بالحرف العربي، اللي بتخلي يعني الخزاف، نحكي عن يعني نخصص الخزاف، انه بامكانه له الحريه التامه انه يعني يعمل عمله الخزفي بالحروف العربيه، ولكن من ضمن اللي هي الاحتفاظ باسس وقواعد الخط العربي. يعني بنيه الحرف العربي كانت اللي هي من تراكب ومن تطور ومن كذا، ساعدت اللي هم الفنانين على اللي هي ابتكار عمل يعني يكون معاصر وحديث. جميل لما نحكي عن عملية استلهام، يعني هو الفنان يعني سواء رسم أو أي تخصص آخر، يعني ممكن إنه يستلهم، يعني بالبداية ممكن يصير محاكاة وتقليد ولا يضر، وليس عيب أصلاً إنه يستلهم مما يعني من موروثات اللي هي الفن الإسلامي. نعم ولكن يعني ممكن مرة مرتين ثلاث ممكن يصير عنده له ابتكار ورؤية فنية محافظة على اللي هو التراث الإسلامي. فيعني كانت اللي هي يعني عندنا المثال هون مستلهم من الطبق النحاسي اللي هو مكتوب في بعض يعني خلينا نقول بعض العبارات اللي هي العالم، المجاهد، المرابط. فهي يعني نشوف اللي هي امتداد الحرف اللام أو الألف وتكرارها وانسجامها مع بعض، فنتج عندي اللي هو التصميم اللي هو أمامكم اللي هو ألف لام ميم، جميل تكرار وفي انحناء. ممتاز ممتاز. أيضا لاحظ التقنية اللونية والتأثيرات اللونية أستاذ مروان، تقنية جميلة. التقنية الله يسعدك يا أستاذ علي، التقنية اللونية التزجيج، يعني خلينا نحكي نبذة بسيطة عن التزجيج. التزجيج أنا تقريبا بحضره يدوي، يعني ممكن 1% أو 2% ما اشتري يعني فرد جاهز. نعم يعني انا عندي المواد الخام، يعني في عندي مواد اللي هي من بوتر كرافت من الـ 86 ما شاء الله. في استوديو الخزف بجامعة اليرموك. فدائما يعني هاي يعني نحكي الاستاذ علي البدري كان يعطينا دائما اللي هو عمل تستات تجارب، حتى لو طلع بعض الاخطاء هي تستاهل تجارب وممكن تطلع بعض النتائج اللي هي مبهرة. بس عندي أنا كان نقطة يعني كان هو ينبهني منها أستاذنا، فكانت اللي هي أنا عادة بوزن بدون ميزان، فكمية بسيطة إذا خلصت مستحيل إنه يعيد تكراره، إلا إذا فكان يعني في الواحد في وقت كافي إنه يحضر وسجل اللي هي التستات الخلطات اللي هي تسجل. جميل جميل نعم فالتركيب الريسبي هون للون الأزرق، إذا تمشي أستاذ يعقوب على في جزئية بس مفصلة. هو قبل ما نحكي عن الريسبي احنا بعدنا بالاستلهام لانه بعديها انت رح تتحدث عن الريسبي. أوكي ماشي. تفضل استاذ مروان. يعني عند الاستلهام يعني عندنا اللي هو يعني بحب أأكد على يعني الخزافين، طبعا ما شاء الله عليكم كل الخزافين، يعني كل واحد له تقنيته واسلوبه له، يعني ممكن أستاذ يعقوب يعني لما أشوف أعماله
يعني بحاول يعني او بتاكد انه مستلهم من الطبيعه، هي اساس الكون الطبيعه، يعني اي فنان مرجعه للطبيعه، هي حتى بالاصل يعني لاشكال هندسيه. فمن النقطه هاي يعني ممكن الفنان اللي هو يستلهم من اي جزئيه برغبها، وبتم اللي هو عمليه صقلها، بتم عمليه اللي هو تجريدها، ولكن اللي هي يعني تمشي او بتواكب اللي هو العصر الحديث، يعني نعم. كعمل فني معاصر. يعني انا لما عندي هنا الخط النسخ المملوكي، هو يعني له منتجات كثير يعني ضخمه، خاصه بمصر او سوريا، على عده خامات، من نحاس، من فضه، من زجاج، من خزف، بالعماره. يعني كانت عباره عن اشرطه كتابيه، يعني في بعض الأشرطة الكتابية هي آية الكرسي كاملة مكتوبة بالخط النسخي. نعم. هنا اللي هو صار عندي دافع إنه يكون عندي الحرف العربي، أو بعض اخترت بعض البدايات من سور القرآن إنها تكون يعني بعمل خزفي معاصر. يعني أنا لما أحكي عنه، إحنا كعرب يعني مقروء عندنا ومعروف، ولكن يعني لما يتم عرضه لجهة مثلا غير متكلم باللغة العربية، بتم اللي هو يعني في اندهاش، أو مثلا بحب يشوف يعني شو السر اللي هو خلال الحرف العربي. نعم. وهنا كان عندي الحرف العربي بعض الأعمال اللي هي بتأكد على جمالية اللي هو الخط النسخي، وأنه ممكن استلهام أعمال أو حروف، حتى يعني حرف واحد عندي مثلا حرف الواو أو حرف الميم، إنه يكون عمل خزفي قائم بذاته. جميل جميل. بحب أؤكد يعني هو اللي يعني هون بدأ مشوار اللي هو الخط العربي. يعني حتى لو أنا استخدمت وسيط مع الحرف العربي، عندنا كمثال الصورة اللي أمامكم، النون قلم وما يسطرون. نعم. يعني حتى شكل النون يعني أنا ماخذها من الخط النسخي، ولكن اللي هي بتصميم معاصر، يعني عملية امتدادها، تداخلها بالحروف. يعني كان يتميز فيها الخط النسخ المملوكي اللي هو النون يدخل بكل الحروف. هاي كان لها يعني جمالية وقيمة فنية، يعني اللي هي حبيت يعني أخذ بعض الأعمال منها اللي هو حرف النون كيف بتداخل مع الحروف. نعم، عملية احتواء يعني رائعة بالخطوط. بالضبط، يعني هي عملية استلهام. يعني ممكن عندنا حتى عناصر ثانية، ممكن نستلهم مثلا من الزخارف الهندسية، الطبق النجمي، ممكن نستلهم من الزخارف النباتية، الأرابيسك. ولكن يعني في بعض أعمال راح يتم عرضها إنه أخذت بعض وحدات أخرى اللي هي تشترك مع الخط العربي. نعم إن شاء الله. ممتاز، عرضت هذه. يعني هذا العمل هو من أحب الأعمال بصراحة. يعني أنا بشوف فيه البساطة، بشوف فيه هذا الامتداد للام ميم. يعني هنا العمل كان، هنا العمل الأستاذ يعقوب، يعني تقريبا بجوز العمل الثاني أو الثالث اللي هو من يعني استلهام الخط النسخ، ومقتنى من جهة الدكتورة ميسون، طبعا هي تخصص خزف. يعني نعم، حتى التكوين البنائي، يعني حرف اللام ميم، يعني حركة الميم، شوف هذا الإيقاع بالحرف والتوائه من الأكبر للأصغر، امتداد لحرف الألف، يعني هو تكرار تكوين متوازن، وأيضا التدخل. نعم صحيح. لكن هنا يعني خلينا نحكي على الجانب التقني. هو جواب لسؤال أستاذ علي العوض. نعم، تفضل أستاذ مروان. الجانب التقني اللي هو ناحية، يعني عندنا اللي هو فخاري، يعني عادة بتم رسم أو تحضير سكتش، وعادة يعني بكون عندي مخيلتي، يعني معظم الوقت يعني غير مبالغة، خاصة للخزف يعني عندي شغف فيه. يعني لما شفت عنوانكم من اللي هو عاشق الطين، فعلا يعني هو عاشق طين، يعني أي خزاف معنا، أي خزاف يعني حتى مش حاضر معنا، اللي هو لما حدا بيختص بالخزف بصير عنده عشق يعني غير طبيعي للطين. سبحان الله، هي نفس تركيبة الإنسان، في صحيح ترابط، في علاقة. فعلا. الله أعلم. نعم
فعندي اللي هو بصير عملية سكتش ممكن أطور فيه، يعني بعض الحروف ممكن يعني قابلة للكسر، هي قابلة للكسر، ولكن أنا يعني قابل للكسر خلال نقل، خلال تحريك كذا، بس إذا يعني حافظت على العمل إنه يدخل الفرن ويطلع ونحط مكان أمين، حتى لو كان يعني بعض الحروف فيها نتوءات قابلة للكسر، يعني بظل اللي هو محافظ على حاله. بتم أنا عندي هنا اللي هي صفائح، بفرد صفائح بسماكة 2 ل 2.5 سم، وبتم عليها تخطيط مباشر للحرف العربي، وبتم قصه هاي لما يكون عندي ككتلة حرف بدون وسيط. جميل. نعم، عندي التزجيج هنا اللي هي بناء على اللي هي تجارب تستات، اللي هو آشي جليس تركيبته 50%، الألكالاين 50%، وعندي اللي هو النحاس الكبر 30%، يعني عفوا هنا 3%، ولكن على الكيلو الكبر، يعني عندنا هنا 100 جرام، ما بصير على الكيلو 30، هنا 3 مش 30، هنا يعني خطة مطبعي، نعم اللي هو اللون الكراكن اللي هو الفيروزي أو التركوازي، نعم 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 حتى هل اللون هذا اللي هو تم يعني عند تطبيقه من بعض من فرن لفرن بيختلف درجة بسيطة، يعني هنا الفرن صغير اللي هو يعني ما بتعداش 90 متر ارتفاع الفرن، أما الفرن الكبير بيعطي درجة أخف اللي هي من اللي هي درجة اللي شدة اللون التركوازي. هنا عندنا تطبيقه الكراك اللي فيه من الاش جليز، الاش جليز هو بيجي خفيف جدا يعني زي الرماد، نعم هو صناعي يعني، ولكن بيجي تركيبته خفيف جدا، بظل يعني عند التطبيق اللون هون بخليه عادة بالأعمال لآخر مرحلة، حتى تفضل. يتم تطبيقه. طبعا معظم اللي هي الأعمال الرش عندي يعني ممكن تركته بجوز أكثر من 10 سنين، هو كل الأعمال اللي عندي هي تطبيق فرشاة. جميل جميل. يعني في عدة أسباب اللي هو تطبيق الفرشاة، اللي هي محافظة أول شيء على الجو والتحسس من بعض المواد السامة، وبنصح فيها كل الخزافين، يعني مرة مرتين ممكن الواحد يكون في أخطاء ولكن بيتجاوزها، من يعني بعض المواد فيها سمية عالية. هنا تطبيق التزجيج الكراك الفيروزي لازم بالأساس نحط اللي هو لون شفاف ترانسبيرنت، نعم لأنه بيتم تقشيره، وإذا يعني يعني بقي فترة طويلة خارج الهواء كله بقشر، بقى عن القطعة ما في مادة اللي هي تمسك زي المواد الزجاجية الأخرى اللي هي لا تلصق بالفخار، فأي شيء يعني ممكن هواء ممكن حركة بسيطة يقع الزجاج كامل. فأنا بخلي عادة هي عبارة عن تطبيق والتجارب، بخلي اللي هو ترانسبيرنت الشفاف بالأرضية، وبتم عليها تطبيق اللون ومباشرة بدخلها للفرن. جميل جميل. هون العمل عندي اللي برضو تكرار اللي هو الحرف الألف واللام ميم والواو، وهنا يعني بعتبره انه في وسيط اللي هو للجسم الفخاري، يعني مش ليس هو فقط الحرف العربي مستقل بذاته كالعمل السابق، هو في وسيط، ولكن حتى الوسيط انا كمستلهم انه يعني بعزز اللي هو من الزخارف الاسلاميه او الموروث الاسلامي او الهويه العربيه، بحاول انه يعني اعزز فكره اللي هو الشكل المعاصر، يعني ممكن مأخوذ من الريشة، ممكن مأخوذ من القلم ممكن، ولكن إنه بعزز فكرة العمل ككل، إنه سواء حرف عربي لا شك فيه، ممكن الجسم الوسيط اللي بكون فيه اللي هو يكون يعني برؤية معاصرة، اللي يعني نحكي إنه غير تقليدي غير محاكاة. نعم عندنا هون العمل لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الوجه الآخر التكملة لها. طبعا الطينة هي ستون وير طينة،
عندي اللي هو تركيبة الزجاج اللي هي الكراكنج، اللي اللون الأبيض نفس التركيب اللي عرضناها سابقا للون التركوازي، ولكن هون بدون إضافة أي أكسيد لوني، ونفس المعاملة بيتم اللي هو تطبيق اللي هو الترانسبيرنت الشفاف بالفرشاة، وبيتم وضع اللي هو الزجاج الكراكنج. نعم. عندنا اللون التركوازي هنا اللي هي سيمبل إجليز، اللي هي زجاج أبيض مط مع اللي هي كربونات النحاس بدون خلطها، هي فقط تطبيق اللون الأبيض المط على القطعة الفخارية، وبتم بالفرشاة تطبيق اللي هو الكربونات النحاس بالفرشاة فوق اللي هو الزجاج الأبيض، بيعطينا التأثيرها. رائع جدا. فصبر جميل والله المستعان. هنا يعني اللي حكيت عنها اللي هو بحب بعض يعني اقتباس أو أخذ من بعض الآيات من القرآن الكريم اللي ممكن أي شخص يعني عربي مسلم إنه يذكرها، وبعض يعني حتى خلينا نقول كان بحالة حزن كان بحالة سعادة ممكن يقول فصبر جميل والله المستعان، ممكن يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ففي بعض الآيات إلها أثر على النفس سبحان الله. وهنا برضو تم اقتناؤه من مدرسة عندنا تخصصها نحت. نعم، يعني هذا العمل جميل، حتى يعني تشعر التتابع في البناء، التتابع في البناء، والتتابع أيضا في الكلمة الموجودة أو الآية أو الكلمة الموجودة على البناء. هي هنا يعني الفراغات الموجودة أو حتى الشكل ككل، الشكل ككل يعني هنا كان في اختلاف عن باقي الأعمال من الخط النسخ المملوكي. هي وكان هنا عندي بعض استلهام من اللي نرجع اللي هو كان اللي هو الرنك الخزفي، اللي حرف النون كيف متداخل مع الحروف والخطوط اللي هي نعم. الرأسية لحرف اللام والميم والألف، ولكن هنا أخذت كان خط النسخ أو الخطوط كانت اللي هي ما في عندهم اللي هو الإعراب اللي هي الفواصل والنقاط ما كانوا يستخدموها، فأخذت اللي هنا من استلهام من الفاصلة، يعني كان تحوير لشكل الفاصلة وتم عليها اللي هو تنفيذ الكتاب. هنا تكوين يعني أرجع على نقطة اللي هي الاستلهام، هو تكوين للحروف، يعني جمالية الحرف مش شرط يعني عندنا يكون انه الحرف العربي انه في عندنا لغة مقروءة او مثلا بيت شعر او كذا، او ممكن انه يعني هو تكرار الحرف نفسه، يعني لك الحرية انه تستخدم الحرف مكرر على نفس الحرف، مثلا حرف الواو او حرف الالف او حرف الميم، اي حرف ممكن تكرره على سطح فخاري، ممكن تكرره على منحوتة بدون وسيط نعم. مع الحرف، لك الحرية وما في أي غبار أو شك فيه. فهنا عنده اللي هو الشكل مربع، يعني هي سماكته هي 8 سنتي 33 ب 40، وعندي اللي هو كان حتى العمل هنا في بعض الحروف لخط الثلث، يعني النسخ المملوكي بعض الحروف اللي هو الهاء لخط الثلث، لأنه أنا لما يعني أخذت المعلومات عن خلال الدراسة هو كان الخط الثلث مشتق من خط النسخ، وبعض المنتجات بالعصر المملوكي وخاصة كانت اللي هي المشكوات يتم عليها اللي هو تطبيق خط الثلث. نعم، رائع جدا. مقتنى العمل هون مقتنى من فنانة رسم اللي هي اسمها شعاع الدوسري من السعودية. رائع جدا يعني. هنا عندنا العمل ألف لام ميم، يعني ألف لام ميم ممكن صار عندي أكثر من عمل له خاصية سبحان الله هيك، يعني أكثر ما جذبني اللي هو خط النسخي اللي هو الألف لام ميم وتكرارها وانسجامها مع بعض مع الحروف الأخرى. هنا كان في اللي هو تكرار لحرف الواو، يعني مع الحرف ألف لام ميم كان اللي هو تكرار لحرف الواو، وقديش جماليته حتى إنه يكون مستقل لحاله. وبالمستقبل إن شاء الله مع الأستاذ يعقوب إن شاء الله. والدكتور شنيار إذا ظلوا بالأردن هون، أنا طبعا في الإمكانيات اللي يعني بس عليها أن يكون عمل حرف عربي سواء مكرر أو
كمقتبس من آية قرآنية إن يكون عمل ضخم، ولكن الأفران الكهربائية يعني ممكن تساعدك. عندي الفرن مساحته يعني كويسة، ولكن ممكن يكون يتجزأ لقطعتين أو ثلاث، ولكن ممكن يتم بناؤه بساحة خارجية كميدان أو بالطبيعة، اللي يعني يبنى مرة واحدة وبتم اللي هو بناء عليه الفرن اللي هي الحريق الخزف الراكو. وهذا أكيد أستاذ يعقوب ما بقصرش معك. ولا يهمك، أنا جاهز بأي خدمة. سلام. يعني هو يمكن طريقة البناء تأخذ وقت بالنسبة للأعمال الكبيرة، خصوصا أنه يعني مجزأ وفي حروفية، هي أول مرحلة يمكن يكون فيها صعوبة، لكن بناء الفرن يعني ما أتوقع أن يكون فيها صعوبة. أنا والأستاذ دكتور شنيار على الحرق بفرن الغاز بالنسبة لأحجام كبيرة، ويبنى الفرن على العمل مباشرة ان شاء ويتم الله. هو ويتم الدكتور الحرق. شنيار يعني حتى ممكن انه شاهد معي باذربيجان لتبنيه الفرن، بعد ما يجهز من العمل يبنوا له فرن مباشر. عندنا هون اللي هي الرحمن من اسماء الله، اللي هي كان تشكيل فيها واختيار اللي هو الزجاج يعني كلون واحد، اللي هي اخترت يعني بعض الالوان طبعا هنختارها، يعني بكون الفنان عارف مثلا شو الفكره اللي بده يقدمها. يعني هون اللون الابيض اللي هو يعني خاصه كاسم من اسماء الله، فاخترت اللي هو اللون الابيض مع بعض الفيروزات اللي هي ترمز للقدسيه والسماء. ممتاز ممتاز اخوي مروان. اخوي مروان سؤال بس، يعني حاليا اثناء عملك او التكوين، وانا شايف ما شاء الله يعني عندك قدره على 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 التكوين الناجح في ربط الاحرف مع بعضها، خصوصا في العمل اللي قبله، بحيث ان حروف الواو تعمل ترابط للعمل وتجعله اكثر قوه واكثر ارتباطا مع بعض البعض وتركيبتهم مع بعض. لكن يواجه دائما الخطاط او الشخص اللي يشتغل بالخط العربي ويجسم الخط العربي مشكلة في التجسيم، في الرؤية الثانية، في الرؤية من الطرف الآخر، شلون يقدر يحلها الخزاف الخطاط المبدع؟ يعني لما نحكي استاذ علي اللي هي لما يكون في طبعا وسيط فيها، مثل العمل كان في اللي هو المربع، المربع صحيح، في حلول، في حلول. لما يكون فيها وسيط ما في شك، يعني بكون عندك من الوجه هنا في جمالية للحرف، ومن نعم الوجه الآخر اللي هو في جمالية حتى الجوانب. أما نعم لما يكون عندي اللي هو مثل كلمة العمل الرحمن، اللي هو الآن، أنت بتشاهده من جهة، ومن نعم جهة ثانية بكون يعني عكس أو مقلوبة. نعم 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 بعض يعني هون كاسم أنا يعني بحتفظ فيه إنه كاسم من جهة واحدة، هي من رؤية لا واحدة. رؤية واحدة، لا رؤية واحدة فقط. بعض الأعمال لا، تم دراسة عليها إنه عفوا إنه يكون بعض الأعمال اللي هو من جهة، عندي مثلا هون الرحمن، يكون نعم عندي من الجهة الآخر اللي هي بعض الحروف أو كتابات، حتى يعني ممكن الفراغات هاي يتم دراستها نعم وتم وضعها بآلية اللي هو عند الوجه الآخر له جمالية، يعني ما بفقد انه فقط من زاوية واحدة رؤية. نعم 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 فكرة حلوة، فكرة حلوة فعلا. تفضل. هون العمل اللي هو يعني شكل مستطيل، هي اخترت هون اللي هي بعض بدايات سور القرآن، يعني بدايات سور القرآن مع اللي هو استلهام من خط النسخ، كان يعني خلينا نحكي فيه ترابط بينه وبين العمل هون، فصار عندي اللي هي يعني جرد لبعض كل آيات سور القرآن، حاميم، ياسين، ألف لام ميم، ألف لام ميم، راء، طه، ياسين، فكلها كانت تونا اخترتها وجسدتها بالعمل هون. وعندي العمل هذا يعني كان فيه له ذكرى، هو تم اقتناؤه من السفير السويسري خلال زيارة جامعة اليرموك. عرضته هو في برزنتيشن بأذربيجان، والدكتور شنيار كان موجود لما عرضته، فحكى اللي هو الشخص المسؤول كان هناك انه لو يعني لو انك عندي انا هذا بنفذه 5 أمتار. فعلا فعلا يكون جمالي اللي هو كان يعني كان، فهنا هي الفكرة حتى يعني ممكن تأخذ انه
من بعض يعني خزافين او شو بعض بالضبط، اللي هي يعني ممكن اللي هي يعني تمشيك او تأهلك لإشي اقدر. هون العمل عندي بشكل اللي هو دائري، كن فيكون، اللي هو بالشريط الوسط، كان اللي هو تجمع واندماج اللي هي الزخارف الإسلامية الكتابية والنباتية والهندسية، فكان يعني تشكيل فيهن، وبشكل يعني ممكن الفنان المسلم بالعصر المملوكي يعني أعطانا بدايات وإحنا بنكمل عليها، يعني بنخلي يعني في توارث وفي رؤية جديدة، وهذا كنا بنسعى عليه كخزافين، إنه يكون في عندي عمل مرجعه للفن الإسلامي. يعني أنا لما جميل. أطلع على العمل الإسلامي، يعني العمل الخزفي مرجعه اللي هو العمل الإسلامي، ولكن منفذ به بتقنية حديثة أو بشكل واسع. جميل جميل. هون العمل اللي هو حاميم وألف لام ميم، يعني ممكن يعني شاهدنا إنه ألف لام ميم مرات بخليها، صار عندي بعض أعمال أخليها زي ارتكاز للعمل، أو يعني لا يعني كجمالية حرف الميم. يعني معظم الأعمال اللي هي استلهمتها من الخط النسخي حرف الميم، اللي هو كان اللي هي الكتلة مع وجود الفراغ له أهمية كبيرة بالعمل التشكيلي خاصة الخزف. جميل جميل. هل تستخدم أستاذ مروان التجسيم الكامل المفرق كعمل، أم هو شريحة معينة لها سمك معينة؟ لا، هون بعض الاعمال انا حكيت اللي هو بكون عندي شريحه سماكه 2 سنتي او 3، يعني اقصى حد 3 سنتي، 3 سنتي. نعم. بتم اللي هو التخطيط عليها مباشر، بتم قصها بعد ما تتصلب، نعم. وباخذ لها اللي هي زاويه معينه للارتكاز، وبتكون هي سوليد. كاملة كلها. بالضبط، يعني هي يعني نوعية الطين بده يكون الفنان أو الخزاف متأكد إنه ما فيها اللي هي فجوات الهواء اللي هي تنفجر. جميل جميل جميل. وفيها صعوبة أيضا بالوقوف والانكماش بالضبط، والالتواء، خصوصا تحتاج خبرة في هذا الجانب. يعني ممكن إنه لحد معين، طبعا الخزاف هو يعني بكون عارف كل التفاصيل، نعم. اللي هو يعني في انحناء بالحرف الحاء، في انحناء مثلا في هون التفصيل اللي هو بارز في إشي إضافة بتم إضافته، وفي نعم إشي من خلال نفس الكتلة بتم تحريكها ولكن تكون قابلة للتحريك. جميل جميل جدا. هون اللي عندنا الصحن تكرار الألف لام ميم والحاء ميم من الجهة اليسار، هو كان يعني كصحن يعني معروف عند الخزافين، جرة، صحن، فازة يعني، ولكن هون بشكل مختلف، كان يعني قدمت اللي هو نهايات الصحن انها تكون من الخط العربي. فعلا فعلا، رائع رائع جدا. جميل. هون العمل عندي اللي هو برضه لام ميم، بعض بالجسم الوسط للعمل الخزفي، بدايات سور القرآن، عندي بالجهة الأخرى اللي هي بعض العمارة. أنا يعني في بعض أعمال بنستخدم فيها الخط العربي، وبأكد على اللي هو جزء العمارة البيوت القديمة. هون الفكرة يعني كبيوت قديمة ممكن تجدها عند مش شرط اللي هو الفنان العربي العمارة القديمة، نعم. كل بالضبط، يعني ممكن تكون عند أي فنان آخر غير عربي، أو ممكن فنان مسلم انه بيستخدم العماره اللي هي بيوت قديمه باي دوله موجوده، ولكن هنا انا قدمتها بشكل اللي هو يعني الحرف العربي، اللي هو من ناحيه علم، من ناحيه اقرا باسم ربك الذي خلق، اللي هو يعني العلم للحرف العربي اللي هو لغه القران الكريم، اللي هي بتعمل على بناء الكره الارضيه، بناء الارض. هون تشكيل يعني كان ممكن، كانت هون بدايات 2009، بدايات اللي هو استخدام الخط العربي، تكرار الحرف نفسه، كانت بدايات اللي هو استلهام، يعني بحكي انه ممكن انه فازة، ولكن يعني ما فيها يعني خلينا نحكي شيء معاصر يعني لدرجة كبيرة مثل هي الحروف
اللي كانت خلال الدراسة للخط النسخ. هنا برضو اللي هو كان صحن، يعني عبارة عن صحن، وبتم اللي هو اختصاص اللي هي أطراف حسب اللي هو شكل الحرف. كان برضو الجمالي لحرف الحاء تشكيل زخرفي تجريدي. ممتاز. هنا العمل يعني تم اللي هو تنفيذه من يعني طين سنة 2020 تقريبا، وتزجيجه بال2000 اللي هي السنة هاي 2021. اللون طبعا هو اللون التركواز، يعني انا بحبه او بعشقه باللون، خاصة انا بترك جزء فخاري من العمل، وبتم اللي هو تزجيج الحرف لإبرازه مع اللي هو الشكل. عندي نعتبره يعني شكل اللي هو معاصر غير تقليدي، هو يعني فكرته ممكن من جرة، ولكن انه بشكل مختلف يعني مجرد للغاية، غير الكتابات طبعا. بداية سور الرحمن، بداية سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن. كمان استاذ مروان، يعني انا لاحظت ملاحظه كثير حلوه يعني جماليه بالعمل الخزفي عندك، خصوصا بالخط العربي، انك بتضع الكراكل على بعض الحروف او بعض الايات القرانيه او الاسماء، يعني مثل هذا العمل الكراكل الابيض في الوسط نعم، وباقي الحروف الوان اللون التركوازي، لون تركوازي صحيح مش يعني زي كأنك بدك تعمل تباين حتى بدمج الحروف، يعني زي ألف لام ميم، الربط بين حرفين، يعني اللام لون والميم لون آخر، فهي يعني خلينا نحكي نقطة رفعت من القيمة الجمالية للعمل. عدا عن ذلك يعني خلينا نحكي كمان لون الطينة أعطى يعني إضافة جمالية للعمل والتصميم أيضاً. صحيح. سلام. صحيح، هو يعني لما اختار ألوان يعني بتم اللي هي دراسة لها لأي عمل، يعني قبل التنفيذ بعمل اللي هو بكون أكيد اللي هو تستات، ولكن في تصور يعني نحكي 80% كيف بده يكون اللون، وكيف بده يكون شكل الحرف، وكيف بدي أبرز بعض الحروف بعض الكلمات. بكون عندي اللي هو يعني في عندي في بعض الحروف بتكون بالأصل اللي هي فيها بروز، فيها جمالية، فإذا يعني عادة ممكن إنه يعني الخطأ وارد، الخطأ وارد يعني الخزف أوه. يعني نعم الفرصة لتعديله بتكون يعني ضعيفة مش زي الرسم، ولكن يعني إنه يعني ممكن الخطأ وارد يكون تختار بعض الحروف للتزجيج عفوا للحرف أو كعبارة إنه تموت الحرف العربي، يعني ما في أي جمالية بظل الحرف العربي، يعني ما في إبراز لقيمة الحرف العربي. فهنا كان في اختيار إنه يكون اللون الحرف العربي في يعني اللون الألوان الفيروزية والتركوازية اللي هي حتى من خاصية الفنان العربي. وكمان يعني إضافة أخرى كمان أنا شعرت فيها، إنه اختيارك لنوع هذا الخط أجبرك للخروج عن الإطار التقليدي للجرة مثلا أو للصحن. أحيانا يمكن العمل يجبرك إنك تغير المسار، تغير مسار التكوين البنائي للعمل أنا أقصد، فأيضا هي إضافة كمان إضافة رائعة. تسلم، شكرا جزيلا. جميل، ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعدك، روعة يا أستاذ مروان، تسلم روعة. تسلم، كلك ذوق. حدثنا عن هذا العمل الرائع أستاذ مروان. هذا العمل أستاذ علي طبعا هو قدمته على إيطاليا بال2019، والحمد لله هو فاز بالجائزة، ومكتوب فيه يعني فصبر جميل، وعنوانه فصبر جميل، ومن الجهة الثانية مكتوب فيه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فكان هون تشكيل فيه الشكل التجريدي، أو يعني خلينا نحكي هي مأخوذة من الشكل الديك المجرد، أو شكل الجرة الغير تقليدي، يعني الفوهة مثلا مأخوذة من اللي هو الجانب مش بالوسط، عندي اللي هو فيه انتفاخ وانبعاج بالشكل الطينة. كان هنا فكرته كانت
اللي هي اخترت انه يتم تزجيجه من اعلى من الحروف. طبعا في سيول الى بعض الزجاج، في اللي هو بالاساس الفخار اللي هي بدايه نشوء الخزف. يعني كانت فكرته اللي هي ايصال مثلا بدايات الخزف كانت فخار لحد ما صار اللي هو عندنا اللي هي مرحله التزجيج من قبل الفنان المسلم، وتطور التزجيج توصل حتى مع اللي هو صار عندي تغير بالشكل، يعني صارت يعني الشكل ماخوذ نعم نعم بداية الفخار لانتهى بشكل غير تقليدي مجرد. نعم هو ما قصدت يعني. طبعا هو سيراميك ان لوف بيكون بإيطاليا كل سنتين أتوقع. مروان خزاف بن العاشق مروان شارك فيه من 2019. طبعا أنا شخصيا أنا والدكتور شنيار شاركنا فيه الآن يعني بـ 2021، كان لنا قبول ومعرض في قصر بلازا بوتو في إيطاليا في مدينة كاستلومنتي. فيعني بشرفنا يعني يكون مروان من المشاركين بـ 2019 بهذا الحدث العظيم تسلم. للمعرض الخزفي. هنا العمل عندي اللي هو بيحتوي اللي هي زخرفتين من الفن الإسلامي، اللي هو خط الثلث واللي هي الزخرفة الطبق النجمي، الزخرفة نعم الفلسية. هي اندماج مع بعض، تركيبين مع بعض بشكل اللي هو فني. كان في اللي حتى عندي بعض النجم اللي بالطبق النجمي هي إضافة خزف فيها، ولكن اللي هو ممكن متعارف عليه عند الخزافين اللي هو الزليج المغربي. يعني بالضبط، يعني هي عندي اللي هو ريليف الخط البارز مع الطبق النجمي، وعندي اللي هي النجمة اللي هي كانت إضافة، هي نعتبر اللي هو الزليج المغربي تم إضافته. ومن الوجه الآخر اللي هي كانت وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نعم هنا العمل اللي بالنسبة لي يعني ذات أهمية كبرى، اللي هي كان مشاركتي بال2019 في أذربيجان سمبوزيوم للخزف. نعم نعم فكان هنا اللي هي عنوانه طبعا الحياة، وكان اللي هي عملية مثلا اللي كان عندي اللي هو إثبات الهوية العربية. انا اول كان اول سمبوزيوم بشارك فيه، يعني نعم انا اللي هو مع الدكتور شنيار والدكتوره ليندا من تونس. نعم كان اللي هو يعني اثبات اللي هو الهويه العربيه او كخزاف عربي. ف وشهادة عندهم انا اللي هي ذكرت بالنسبه للعماره هي موجوده، يعني هو بلد مسلم، نعم اذربيجان بلد مسلم غير متكلم باللغة العربية. وجدت عندهم بعض الأعمال اللي هي تم تنفيذها من خلال البيوت القديمة موجودة، ولكن إنه يعني حبيت إنه يكون في تميز كخزاف أنا من الأردن وعربي، إنه يكون اللي هو الخط العربي. يعني أنا شاهدت حتى عندهم بالشوارع العامة أو بالمتاحف اللي هي الزخارف الآدمية والحيوانية والنباتية والهندسية، الطبق النجمي موجود عندهم بكثرة. نعم حتى المركز اللي تم اللي هو تنفيذ فيه سمبوزيوم يعني مستخدمين الطبق النجمي بكثرة فيه، ولكن الخط العربي كان اللي هو يعني داخل عندهم، يعني كانوا جديد بالضبط. يعني هو كان يميزني انه اي حدا اي زائر اي حدا يجي انه يعرف انه انا عربي. فكان رائع برضو هاي اللي هي مرحلة اللي هي العمل الأول الرنك الخزفي اللي حكيت عنها، إنه حرف النون وهو متداخل مع الألف واللام ميم له جمالية. سبحان الله. رائع نعم جدا يا استاذ مروان. الله استاذ مروان يسعدك. يعني انا شايف ان في هذا العمل طينه قد تكون مختلفه او طينه يعني لها تاثيرات خاصه، نعم وسبقتني حريق عالي. هي طينة مختلفة، هي من أذربيجان نفسها اللي طينتهم اللي هي ستونوير، فيها جروك، ويعني بتحمل حرارة عالية. حرق هذا العمل مرة واحدة على 1100. نعم فكان هنا الاختلاف إنه الخيار
انه تحرق يعني تزججه وتحرقه حرقه واحده، ولا فقط تستخدم اكاسيد؟ نعم هي الطينه صدقا يعني انه كانت اول مره انا بشتغل فيها، سمبوزيوم مدته اسبوعين كان، فكان في تحدي بين انه اخلي انه الخزف يبرز عندي يعني اصل للنتيجه اللي بدي اياها. فكانت يعني جلست يوم يومين وثلاثه اخذت قراري اللي هو ببعض تزجيج بدايات او اجزاء من الحروف، كان اللي هو استخدام الزجاج الشفاف على الطين، لانه الطين بيمتص الزجاج اكثر ما يكون فخار. فكان استخدام الزجاج الشفاف بعد المرحله هاي اللي هو استخدمت اللي هو الالوان اللي بحتاجها، ويعني تقريبا نجح 95%. ممتاز ممتاز، جميلة جدا. هذا العمل اللي هو يعني بسعى انه كاحنا كفنانين وخزافين عرب انه نجتمع بعمل زي هيك. دكتور شنيار طبعا له حضور هون بالعمل اكيد معي، كان الدكتورة ليندا من تونس. فكانت هون فكرتي، انا عملت في سمبوزيوم اذربيجان تقريبا 4 اعمال، حتى المسؤول هناك بيقول لي خلص يكفيك عمل، يعني انا رايح اشتغل. انا قد ما يعني الخزف عندي حب للخزف، يعني مستعد اشتغل 23 ساعة هذا عشق أبدي، عشق أبدي أستاذ مروان. الحمد لله رب العالمين. يعني ما فيش حدا يعني عمل بالخزف او بالطين وما لهوش هواية فيه او حب. يعني أنا ملاحظ أنك جمعت بصمات الخزافين في وسط هذا العمل في المركز في السيادة. هي كانت عام 2019 خلال شهر رمضان سافرنا شاركنا فيه، فاقترحت عليهم انه انا حاب اشتغل جدارية واخصص مساحة لكل فنان مشارك انه يشتغل من عمله الخاص. كم حجمها تقريبا؟ أرسل علي حجم الحجم قطرها الدائرة 120، ما شاء الله، يعني حجم، يعني حجم مناسب، ويعني مش قليل يعني بالنسبة لدائرة صراحة 120. 120 قطرها، وحاليا هي حتى موجودة بنفس المركز وعلقوها على الجدار يعني ودوني الصورة، ولكن يعني ما في وقت اللي هو لتزجيجها. أنا كنت يعني حاب إنه أزجج اللي هي كتابات من سورة القدر نعم اللي تحتاج إلى تسجيج، يعني أنا برأيي حتى على هذا اللون، على هذا الطابع، أنا يعني أشعر أنها مش بحاجة إلى تسجيج، وهي تعتبر بصمة يعني للملتقى اللي أنت شاركت فيه. فعلا. يعني هم يعني هي الفكرة انبسط منها كل الخزافين المشاركين، انه ظلت بصمة عندهم وكل خزاف له الحق انه يحتفظ بصورتها. يعني ميموري ممتازة يعني. انه اي خزاف كان مشارك له الحق انه يحتفظ بصورتها وينشرها، لانه كل جزئية بسيطة مساحة بالوسط. كانت حوالي احنا كنا ممكن 26 فنان مشارك، واضافت بعض الاشخاص اللي كانوا قائمين على السمبوزيوم الخزف متدربين، اضافوا جزئية بسيطة لهم. شيء روعة، ممتاز. هي هون الفكرة اللي هي يعني نفس فكرة اللي هي الجدارية السابقة، ولكن كانت هون اللي هي عن الحج، يعني واخترت اللي هي من سورة الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا صدق الله العظيم. فهي كانت عبارة عن تمثيل مكة المكرمة والكعبة وبعض آيات اللي هو الخط الناسخ. نعم، رائع جدا. هون العمل اللي هو آخر عمل اللي هو تم تنفيذه وما تم لحد الآن اللي هو تزجيج، وخلالها زارني أستاذ يعقوب وتصورنا عنده في صورة مع العمل، وبرضه اقترح يعني إنه خلال التزجيج إنه ممكن إنه نزجج مثلا باللون كذا واللون كذا، وما في يعني شو يعني هو اسمه. من أحب الأعمال الحقيقة، يعني هاي للخطوط الأفقية للتكوين اللي حددها الخط العربي، الخط المملوكي عندك. أيضا إنه العمل جاي من قطعتين، من جزئين، يعني هو ما أثارني
بالعمل، خصوصا حرف الألف. روعة نعم، روعة، الفراغات، العمق اللي موجود داخل العمل. أيضا ارتفاع العمل يعني 109 سم تقريبا، يعني الحجم عظيم. جميل جميل. شكرا الدكتور علي البدري رحمه الله. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني هو دكتور علي البدري يعني قدوتنا، قدوة لكل الخزافين، إنسان طيب وخلوق ورائع ونعتز فيه، وكان له أثر بتعليمنا، والكل طبعا يذكره بالخير دائما. الله يرحمه. الله الله يرحمه. يرحمه. الله يرحمه. العفو، بس سؤال، هل الدخول مغلق للمحاضرة؟ أستاذ قاسم نايف يحاول يدخل ومدى يقدر. لا لا والله مفتوح للجميع اليوم بدون موافقة. تمام، إيه أشكرك. مفتوح، حياك الله. تفضل أستاذ مروان. هاي الصورة طبعا خلال اللي هي مشاركة بسمبوزيوم الخزف في أذربيجان كانت. هنا اللي خلال اللي هو تسلم الجائزة لأفضل عمل فني من جامعة فلادلفيا في المركز الثقافي الملكي. ما شاء الله. هنا خلال العمل في السمبوزيوم بأذربيجان. طيب. شكرا جزيلا على ما شاء الله يا استاذ مروان، استاذ على علي، شكرا تسلم. اتحفتنا اتحفتنا استاذ مروان بهذا العرض الشيء الرائع المميز. العافية مروان. الله يعافيك، كل منكم يعني فيه يعني يعني ما شاء الله، عرض جميل جدا، ونشوف تطور مراحل الخزاف مروان من بدأ إلى النهاية في علاقته بالخط العربي وعلاقته بالخزف والتكوين واللون. الآن يجمع أستاذ مروان ما بين عدة عناصر في أعماله الفنية، هي الخط العربي، التكوين الرائع، التلوين المميز أو التزجيج الملون الرائع. لذلك الآن سنترك للمشاركين الأعزاء حرية الحوار معك أستاذ مروان. أخوي يعقوب يديره، تفضل أستاذ يعقوب. أهلا وسهلا. شكرا أستاذ علي، يعطيك العافية أستاذ مروان على هذه المحاضرة الشيقة، ونفتح المجال لإخوتنا الخزافين بالأسئلة اللي حاب يسأل. تفضل الأستاذ ليث عباس من العراق، وهو مقيم الآن في السويد، صديقنا العاشق الأسطوري حبيبي أستاذ ليث، حبيبي، تفضل. مساء الخير جميعا، مساء الخير. مساء الخير. طبعا بدءا أنا أحييكم جميعا، وأحيي طبعا بداية أحيي الاختيار الجميل اللي اختاريته به الفنان، حقيقة اختيار موفق. وطول المحاضرة أنا يعني مثل أغلي، يعني أغلي يعني حبا وإعجابا حقيقة بالفنان الأخ مروان. يعني بدءا أنا شفت حالة تطور، طبعا حالة تطور بأعماله وصولا إلى العمل الأخير، يعني قلت لازم أرفع إيدي لما شفت العمل الأخير، قلت لا هاي القضية وصلت شغل قوي، يعني شغل بدأ شغل قوي. اختيارك أستاذ يعقوب للفنان ده يدل عن فد حس عالي، هذا نوع الخط، نوعية الخط هذا المملوكي، هذا فد صورة أيقونية لطبيعة الثقافة العربية، طبيعة الثقافة نعم. الإسلامية، أو طبيعة الفن العربي الإسلامي. يعني أنا لما أشوفه هو الحرف وحده هذا أشوفه، وكأنه أشوف العفريت من مصباح علاء الدين ده يطلع بهالشكل بهيج روحية، يعني بيف عظيم. التشكيل، بيف التشكيل جميل. شنو هالكلام الجميل هذا؟ يعني هذا وصف من وين تجيبه انت؟ هو الفن، هو الفنان يعني هو ذكاء، الفنان عنده ذكاء، يعني انه مستثمر هذا الحرف، انه ماخذ هذا الحرف وموظف. طبعا احنا عندنا فد صوره ثابته عن اشكال الحروفيات بالخزف، فد نمط ثابت، هنا خرج عن النمط.
يعني خرج عن النمط بنمط آخر. يعني أنا أسعد لما أشوف أكو تجليات عديدة لأسلوب واحد، يعني للأسلوب أسلوب الخط، أكو تجليات عديدة، تنوعات عديدة، هذا مفرح، هذا مفرح طبعاً، وتحقق عند الأستاذ مروان طبعاً. هاي إضافة إلى قدرته التشكيلية العالية، يعني هو هنا اشتغل بشغل، يعني بقضيتين كلش مهمة أنا أثارتني واستفاديت منها هواية. هو عند أحال المعنى الموجود بالحروف، المعنى أحال للشكل بالخزف، هاي هو هذا الفن. هو شنو الفن؟ هو هذا، هو هاي القدرة التعبيرية بالفن. طبعا إضافة إلى قضية التجويد، هو الحرف بدأ معروف أنه بدائي، هذا الشكل البدائي للحرف معروف تاريخه، وصل إلى هذا الحرف المملوكي. هو إضافة إلى هذه العملية، هو جود أيضا بهذا الحرف نفسه، جود أيضا، ضاف الألوان، ضاف التكستشر، ضاف لتقنيات، طلعت عنده فد هوية، يعني طلعت هوية خاصة به. وأيضا هو أبرز الهوية الفن العربي والحرف العربي، فلهذا يعني أذربيجان فهمت رأسا، هو هم رعدوه، هم دا يدورون عليه بأذربيجان رأسا، قالوا له هو هذا الريد. فأنا حيي حقيقة، أنا استمتعت جدا وحييك هذا العمل الأخير، هذا عمل جبار، هذا يعني هذا. وأنا أتوقع ما طول أنت بديت بشكل ووصلت لهالنتيجة، ما أدش رح تطلع لنا بالمستقبل. فالله يعطيك الصحة والعافية، وأتمنى لك الموفقية إن شاء الله، وأشكر يعني القائمين على هاي القضية إنه اختاروك أستاذ يعقوب أستاذ علي، اختيار موفق. يعني بس الوصف منين جبته أستاذ ليث؟ العفريت اللي طالع من المصباح، يعني هسه أنا غيرها، أنت لو تريد أحكي لك بعد سوالف عنها طلع كومة من عنده يا معود، هذا غنى، أنا دا أسمع صوت بالعمليات الخزف مالته، واحد زرياب دا يدق على العود، وفد راقصة دا ترقص ببلاط الخليفة، يعني شو أقول لك؟ هاي ماكو، كل العصر العباسي كله تجسد عنده هنا، شو أحكي لك بعد؟ يعني عندك إحساس ألف ليلة وليلة في هذه الأعمال. ماكو العمل يعني ديت مايل ويا شعراء ابو نواس، وديت مايل ويا شعراء العصر العباسي، كله دي يشتغل عندي هاي الحاله. هذا العمل لو يشوفوه الاجانب يتخابلون عليه، لانه دي يشوفه هاي حاله اورجينال، يعني فالقضيه خاصه، يعني من بيئه معينه، بهويه معينه، يتخابلون عليه هذول الاوروبيين. ماركو يندهل يعني احنا تتخيل هذا هسه العمل، انا لو اروح اشوفه مخطوط صيني او مخطوط انجليزي نتخبل عليه، باع الحرب عشان مسوي هذا فنان عالمي، بس احنا لانه عندنا دارسة على الحرف العربي، فمو الكل تنتبه له، يعني مستويات الانتباه له مختلفة من حسب يعني الوعي، لكن أعمال حقيقة تدل عن ذكاء فنان وحس عالي، وتدل على إنه هويتنا المحلية هوية قوية، بس يحتاج لها من يجي من يستثمرها ويطلع منها أشياء جميلة. فبارك الله بك، بارك الله بك، وأتمنى في اليوم ما أدري أقول لك أشوف العمل حي، يمكن إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا على الكلمات، شكرا. شكرا عيني، شكرا. شكرا شكرا أستاذ ليث، أتحفتنا، كل الشكر إلى تحياتنا من الأردن لأستاذنا ليث بالسويد. أستاذ سليم عايش، دكتور سليم حزاتنا من الأردن، تفضل أستاذ سليم. يعطيك العافية أخي يعقوب، يعطيك العافية جميعا، يعطيك العافية مروان، الله يعافيك جميعا، وعلى هالموضوعات اللي بتتحفونا فيها كل فترة وفترة. يعني مداخلتي أول شيء بديش أنا أزيد وأزود على مروان، ما شاء الله عليك، والتطور بأعمالك كثير ظاهر. يعني أنا لاحظت يعني ملاحظة كأني بقدر أقول من ناحية تطور بأعمالك، إنه في انتقال من خلينا نقول من مجموعة أعمال كنت يعني بدك المشاهد يشوفها من جهة واحدة
زي كلمة الرحمن اللي حكينا عنها قبل شوي. والآن صار في انتقال وتوجه لعمل مجسم كامل، خلينا أسميه مجسم كامل. يعني أنت رؤيتك يعني شو الفرق بين أنه أشوف أنا العمل من جهة واحدة أو أشوفه من جميع الاتجاهات، وقديش هذا الإشي يعني أثر على خياراتك؟ هل هو تطور راح ترجع أنت مثلا للأشياء القديمة، ولا اعتبرتها إشي يعني خلينا نقول قفزت عنه لإشي جديد؟ ما أحب يعني هل الصورة تتوضح أكثر. وبالفعل أنا يعني العمل الأخير واللي قبله واللي قبله هيك مجموعة يبدو خلينا نقول فيها وصلت لقمة العطاء، لقمة النضج اللي أنت أكيد بتسعى له. في رشاقة، في توظيفة الخط العربي كثير اختلفت عن بنظري عن الأشياء القديمة. فيعني حدثنا بهالموضوع مروان. يعطيك العافية دكتور سليم، أهلا وسهلا وشكرا على السؤال. هي التطور اللي صار دكتور هنا، يعني الأعمال الأخيرة، يعني برجع وبأكد إنه حسب اللي هو المبتغى اللي بتم وضعه من كتابة أو اقتباس من القرآن الكريم، بفرض علي إنه أعمله من كل الجهات ويتم رؤيته من كل الجهات. وبعض يعني مثل كلمة الرحمن يعني هي تعنيني إني أشاهدها من جهة واحدة، فهي يعني بدون توقف إنه ممكن أنا يعني أعمل يعني بعض الأسماء أو الحروف المنفصلة إنها تكون ترى من جهة واحدة. وبعض الأعمال هو سألني أستاذ علي عنها، بعض الأعمال أنا بحاول إنه من الجهة الوجه الآخر إنه أبرزها سواء بحروف متقطعة أو بإضافة عنصر من عناصر اللي هو التراث الإسلامي أو كزخرفة أخرى من الزخارف الهندسية أو النباتية، حتى ما تظل اللي هي يعني نقول في تشوه للحرف العربي. ولكن العمل الأخير واللي قبله اللي هو يعني كان في فرض إنه أطور العمل وبأكد إنه يكون الشكل غير تقليدي، يعني لما يكون عليه سواء حروف مكررة أو اقتباس من آيات القرآن الكريم أو حديث أو بيت شعر، إنه يكون الشكل بالأساس اللي يبنى عليه أنا بعتبره وسيط للحرف العربي، إنه يكون يعني شكل فيه تجريد وفيه معاصر يناسب الحرف العربي. تمام، يعطيك العافية مرة، شكرا. الله يعافيك. شكرا. اتوقع يمكن دكتور شنيار معنا. الو السلام عليكم. سلام. لانه الاسم مش محطوط على ال محطوط هواوي. هواوي. توقعت انه انت يعني. ايوه صح مضبوط. السلام عليكم ومرحبا. السلام. يا هلا استاذنا وعاشقنا دكتور، كل الخزافين والمشاركين في هذا الملتقى الجميل. الحقيقة أنا كنت أسمع عن الفنان مروان من خلال الأخ يعقوب طبعا. لكن أنا أول مرة ألتقي به من خلال مهرجان أو سمبوزيوم الشيكي في أذربيجان. الحقيقة كنا إحنا ثلاثة خزافين عرب مشاركين فيها في هذا المهرجان. وفي ذلك الوقت الحقيقة أنا أدهشني شغل الأخ مروان في ذلك السمبوزيوم، لأنه بما فيه من عناصر جمالية وفيه من هوية عربية وإسلامية. الحقيقة انبسطوا به كثير في أذربيجان باعتبار أن يعني دولة إسلامية لكن لا يتكلمون العربية. على العموم كان عمل جميل جدا، وكان فعلا يستحق أن يكون عمل كبير 3 متر 4 متر يعني. وبمناسبة الاقتراح أخ مروان على العمل الكبير، الحقيقة أنا من ناحيتي
مستعد أن أساعدك بأي شيء تحتاجه من ناحية الأفران، من ناحية الحرق، الغاز. يعني جميل. ما عندي أي مشكلة. هاي النقطة يعني بفكر فيها تقريبا، يعني بجوز من لما رجعنا أنا وياك من أذربيجان أي بيكون الحرف العربي ككتلة منحوتة، بالضبط يعني بتمحي بالضبط. نعم أي ساحة ضخمة، ولكن اللي هي تقنيات الحرق الأفران الكهرباء عندنا ما بتساعد إلا يكون ممكن قطعتين أو ثلاث أو أكثر، إذا بدي ممكن بعض الطين ما بتناسبش اللي هي في شغلات الأخطاء التقنية بتصير، ولكن اللي هو بتم بنائه بنفس اللحظة اللي شاهدناها حتى عندهم اللي كانوا مشاركين الروسيين اي بالضبط، صح وبتم اللي هو بناء الفرن للحرق الغاز حسب حجم العمل حسب حجم وشكل العمل. بالضبط. وهذه هي الحقيقة، يعني أود أن أوضح نقطة مهمة جدا نعم الحقيقة. نعم هذه هي الاستفادة من المشاركات الخارجية، أنه تستفيد من التقنيات الجديدة التي يستخدموها الحقيقة باقي الخزافين المشاركين. وهذه واحدة من الأشياء اللي تعلمناها من خلال مشاركاتنا بالمهرجانات الخارجية، أنه ممكن حتى العمل مترين أو مترين ونص أو 3 أمتار، لكن ممكن أن تبني له فرن مؤقت حسب الشكل وحسب الحجم صحيح. وبطريقة بسيطة وسهلة. والحقيقة أعتقد الأخ يعقوب وأني أتكلم بلسان الأخ يعقوب، يعني تمام متبرعين أنه نساعدك بهذه العملية بكل بالشرف رحابة صدر. أنت دكتور شنيار تبني الفرن وأنا أشغل الغاز، أنا أحرق. ولا يهمك. شكرا جزيلا على العروض اللي قدمتها. تسلم تسلم يا رب. شكرا، تحياتي. شكرا دكتور شنيار على المداخلة الطيبة. تسلم يا رب. في أي خزاف له أي مداخلة؟ احنا حابين نسمع مداخلة من صديقنا الناقد العراقي دكتور تراث أمين. دكتور نعم، تراث، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور تراث. يعني بداية حقيقة أعمال جميلة جدا، وربما سبقني أستاذ ليث بالحديث بأنه الحرف العربي أخذنا إلى عوالم أخرى، نعم يعني بها نوع من الطاقة الوجدانية، الطاقة الروحية. أنا والخزاف مروان يعرض أعماله ويتكلم عن الحرف ايه وعن نايس موضوعة الحرف وآلية تشكله. حقيقة استحضرني يعني واحد من رواد الحركة الطليعية للحرف في العراق، يعني في التشكيل العراقي، يمكن أستاذ شنيار يعني أيضا يؤيدني بهذا الموضوع، وهو رسام الفنان الرائد جميل حمودي. نعم يعني جميل حمودي تعامل مع الحرف يعني بطريقة تشكيلية تكوينية أفرغه من القوانين، لأن الحرف يخضع إلى قوانين وضوابط، وعادة الفنان التشكيلي يحاول قدر الإمكان الانحراف أو إزاحة يعني نفسه وذاته ومخيلته عن الضوابط حتى لا تكون ضاغطا عليه أو مقيدة له، فانسلخ من هذه القواعد وهذه القوانين وبدأ يشكل يعني حروفياته. أيضا اليوم يعني مروان حقيقة في يعني استدعائه للحرف العربي وإفراغه من يعني القوانين اللازمة له، ومحاولة يعني معالجته بطريقة تشكيلية رائعة. أكثر ما عجبني في أعمال يعني مروان هو معالجة الكتلة بشكل 3 دايميشن. يعني مهم، أنت الآن نحن لسنا بحاجة إلى قراءة كلمة
يعني مكونة من حروف، بل كيف نستفيد من التشكيل الحروفي، لأنه مثل ما هو عرض في أذربيجان وعرض في معرض إيطاليا، هذا العمل اللي حصل على جائزة في سيراميك إن لوف عمل رائع جدا حقيقة، عجبني من على مستوى التشكيل، عجبني على مستوى التقانة. هذا العمل يعني المتلقي ليس بحاجة إلى أن يقرأ ما هو مكتوب من نعم. من كلمات، ولكن يقرأ بصريا التشكيل الحروفي، وهنا هو يعني الإبداع الحقيقي، والبعد عن المباشرة. البعد عن المباشرة بالضبط نعم. لأنه مثل ما يعني نحن نتكلم دائما إنه الخزف هو تجريد خالص، والحرف هو شكل مجرد أصلا لا ينتمي إلى أي يعني انتماء عضوي أو واقعي فيزيقي يعني في الحياة، فبالنتيجة هو أيضا شكل يعني مجرد. هذه المعالجة كانت جميلة للأعمال الـ 3 dimension، يعني لأنه أحيانا الحرف يعني قراءته بطريقة عكسية هي أيضا جميلة، يعني من حيث هو كتلة، من حيث هو تكوين، ليس من حيث هو يعني إيقونة علامية أو إشارية لكلمة معينة. أيضا يعني حقيقة في يعني الآن اسمحوا لي أن أتلو لكم يعني عبارة يعني جميلة قالها جميل حمودي عن الحرف في تأريخ يعني تأسيس الحركة الطليعية للحرف العربي، وهذا ورد في كتاب شاكر حسن آل سعيد عن البعد الواحد. يعني يقول جميل حمودي إن اللحظة التي وثبت فيها إلى ذهني فكرة استيحاء أو استدعاء الحرف العربي في العمل الفني كانت في ساعتها نوعاً من الابتهال والصلوات لنفس أفزعها الفراغ الذي ملأ الحياة الأوروبية. فتمسكت بالقيم الروحية التي تؤكد على أصالة الروابط الحضارية والثقافية للوجود العربي، وهو يقول يعني لم أرى أشرف وأقدس من الحرف العربي ينبوعا آتي إليه لأشبع به عطشي في التعبير والإبداع. ما شاء الله. فاليوم مروان سحبنا يعني فعلا من الفراغ الروحي، من الفراغ الوجداني الذي تعاني منه الحداثة، وربما ما بعد الحداثة أيضا في النماذج، ويحرك هذه الطاقة الروحية، لأن الحرف العربي ينتمي إلى العاطفة الوجدانية قبل يعني حتى قبل انتمائه إلى النص القرآني أكيد، لكن أنت تشعر بهذا الحرف نوع من السمو، نوع من القدسية. شكرا لهذا الغنى مروان حقيقة في هذه التكوينات. أيضا أحب أن أعقب شيء يعني على التباين التقني في استخدامه، يعني واستخدام هذه المعالجات التقنية أيضا هذا شيء رائع، حتى لا يكون يعني الحرف مقدم بطريقة خلينا نقول يعني طريقة بسيطة أو تقانة يعني مباشرة. هذه المعالجات التقنية أيضا كانت جميلة، تنسجم حقيقة مع الحرف ككتلة وكتكوين. أنا أهنيك وأنا سعيد اليوم جدا حقيقة بما قدمت، أتمنى كل الموفقية إن شاء الله وإبداع متواصل يا رب. شكرا جزيلا. شكرا دكتور تراث على كلماتك، دائما تستثيرني الحقيقة. في أي خزاف له أي سؤال؟ في أي إضافات أي سؤال؟ أستاذ يعقوب، في لنا شكر للأستاذ مروان على هاي المحاضرة العجيبة والغريبة والمتنوعة. أهلا أخي عمر، شكرا جزيلا لك. يعني صراحة يعني الأعمال تبهر، والأعمال فيها روح فني عميق جدا، يعني بحيث أنه اللي متفرج للنظرة الأولى بفكر أنه عمل عادي، لكن إذا بدقق النظر فيه وبخش بالأعمال والحرفية العالية بتنفيذ هاي الأعمال، خاصة اللي ما بيعرف بالخزف بفكر أنه العمل إجا هيك،
لكن اللي بيعرف بالخزف وبشوف هاي الأعمال بحس قديش هذا الفنان عميق بشغله وقديش هو متعطش إنه ينتج من أفكاره اللي يعني إحنا تهشنا فيها. فأنا حبيت أشكره وأشكره باسم جمعية صناع الحرف التقليدية لأنه فعلا هو يعني أعمال يشكر عليها. وشكرا أستاذ، ألف شكر لك أستاذ مروان. شكرا حبيبي عمر. تسلم أستاذ عمر الطهار، شكرا جزيلا لك. في حدا له أي سؤال آخر؟ قبل ما يعني ننهي المحاضرة، إذا في حدا له أي سؤال أو مداخلة، لسه يعني في معانا وقت. طب استاذ يعقوب اذا بسمح لي بس اسال الاستاذ مروان، السلايد اللي معروض حاليا هذا اللي فيه لون ازرق، نعم، الزجاج، تركيبه الزجاج هاي هو نفس الزجاج بعطي هاي الايحاء والتشقق؟ نعم استاذ عمر، تفضل استاذ مروان. نفس تركيبه اللي هي الزجاج، نفس الرسب اللي معروضه استاذ عمر، بيعطي هو بيظهر التشقق، بيظهر قبل الحرق، يصير الزجاج يتشقق وبنشف. وأنا حكيت إنه بتخليها لآخر مرحلة، إنه إذا استخدمت هذا التزجيج بتخليه لآخر مرحلة حتى يتم وضعه بالفرن مباشرة، لأنه يعني التشقق بحدث قبل الشوي ولا أثناء عملية الشوي؟ هو التشقق بصير فيه بحدث خلال تطبيقه بعد تقريبا ما يجف على السطح الفخاري، والسيئة فيه أنه ما بتم التصاقه بالسطح الفخاري اللي هو أنواع التزجيج الأخرى، فبكون فيه له يعني خصوصية أنه تخليه تنفيذه لآخر مرحلة، خاصة يعني ممكن أسهلش على البلاط، ممكن ما بيأثرش، ولكن لما يكون فيه ناحية فخاري ومجسمات فبدك تراعي أنه تطبقه بالمرحلة الأخيرة وتدخله على الفرن مباشرة، وبتم وضع أساس ليه اللي هو الشفاف ترانسبيرنت عشان يلصق اللي هي لما يصير في تشقق بتصير حبيبات قابلة للكسر، قابلة إنها ما فيها التصاق للجسم الفخاري، فعملية اللي هو الزجاج الشفاف بخليه يساعد على التصاقه، ومجرد ما دخل الفرن ما عليه أي إشكال. سيدي يعطيك العافية، يعني فعلا هي عجيبة، وطبعا صراحة يعني إشي يعني يقنع وإشي مرتب. طبعا الأرضية شو اسمه حسب بصير عندي هنا استخدام بعد الحرق، بعد الحرق اللي هو استخدام أكسيد المنغنيز، هي طينة بيضة، هي طينة لون أبيض، عشان أبرز اللي هو اللون التركوازي فاستخدمت اللي هو أكسيد المنغنيز بعد الحرق، بعد ما يزجج. يعني بقدر أقول أن هاي اللوحة بتقرأ وبتكتب صراحة قد ما هي حلوة. شكرا يا سيدي. شكرا. شكرا أستاذ عمر، الله يعطيك العافية، شكرا على المداخلة. أستاذ أبو يوسف، أستاذ علي معانا. أبو يوسف معاكم. وفي النهاية دون شك لا يسعنا إلا أن نشكر أخونا مروان الخزاف من المملكة الأردنية الهاشمية على هذا التقديم الرائع، على هذا العرض المميز الرائع، وعلى إضافة لبرنامج عاشق الخزف الخط العربي، ودخل الخط العربي بكل خصائصه الجمالية في عرضنا اليوم وفي هذا التنوع الرائع اللي قدمه لنا أخونا مروان. ألف شكر لك. بالتوفيق إن شاء الله، القادم سيكون دون شك أجمل. أترك الكلمة الأخيرة لأخوي مروان ثم ننتقل إلى أخونا يعقوب ليختم. شكرا جزيلا، شكرا أستاذ علي، شكرا أستاذ يعقوب، شكرا لكل الحاضرين واللي ما وفوش الوقت أنه يحضر. تحية لكل خزافين الوطن العربي سواء بالوطن العربي أو خارج الوطن العربي. وبحب وبأكد أنه يعني الحرف العربي ليس حكر على اللي هو مروان طواها باستخدامه، يعني أي فنان ممكن أنه يستلهم حتى من أي وحدة زخرفية
خاصة اللي هو الفن الإسلامي يوجد فيه غنى غير طبيعي لا استلهامه، وإنه يكون الفنان يعني لديه الجرأة إنه يستلهم من أي وحدة حتى من الطبيعة يستلهم، وممكن يكون عنده فيه تطور ووصول لأعمال في غاية الروعة. ولكن يعني بحب أؤكد إنه ممكن إنه إحنا كخزافين عرب إنه نحتفظ بجزئية، ليس إنه يعني ما بدي أختص اللي هو أؤكد زخرف عربي أو زخرف كتابية، ممكن أي زخرفة ثانية، ممكن نباتية، ممكن إسلامية، ممكن يعني التراث إنه يختص فيها ويقدمها بصورة معاصرة اللي هي تكون يعني هوية لكل فنان عربي وخاصة الخزاف. شكرا لك، تفضل اخوي يعقوب. شكرا ابو يوسف، الله يعطيك العافيه عاشقنا مروان على هاي المحاضره اللي استفدنا جميعا منها، وهو لقاء اكيد يعني احنا لازم احنا نلتقي احنا الخزافين، يعني مش معقول يعني ما نشوف بعض، يعني يعني في بعد جغرافي بيننا، لكن هناك لقاء قريب من القلب من الروح. وبشكر كل اللي يعني عملوا مداخلات رائعة بالنسبة لعنوان هاي المحاضرة، إن شاء الله يعني المحاضرة القادمة في شهر 9 في 15/9 للدكتورة وسام الحوام من مصر، دكتورة مبدعة، ويعني عنوانها راح يكون عن اللي هو تقنيات الراكو بشعر الخيل هورس هير راكو. فراح يكون عندنا ان شاء الله موضوع جديد عن تقنيه من تقنيات الراكو الخاصه اللي هي تقنيه شعر الخيل، وان شاء الله يعني نلتقي في 15/9 باذن الله تعالى. كل الشكر استاذ مروان، شكرا ابو يوسف، شكرا لكل اصدقائنا الاعزاء. شكراً، الله يعطيك ألف عافية أستاذ مروان. شكراً لكم. شكراً أستاذ أيمن، شكراً للجميع. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً، تحياتنا وتصبحون على خير. وأنت من أهل الخير، تصبحون على خير جميعاً. جميعاً يا شباب. الله على خير جميعاً.